بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أتم علينا نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن على أكمل حال يا رب العالمين. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليك، ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم أجري الحق على قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا نورا وفرقانا يا رب العالمين، نفرق به بين كل شبهة وكل ضلالة وكل ما يغضبك عنا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في أحكام العارية. العارية اللي هي موضوع الإعارة، والإعارة أن تأخذ شيئا من إنسان يملكه لتنتفع به دون أن تستهلك أصله، مش كده برضو؟ هذه معنى الاستعارة، أستعير منك حاجة، يعني أستعير منك حاجة تبقى الحاجة دي ملكك، دي أول حاجة، فأخذها منك لأنتفع بإيه؟ بها لا بعينها، أنتفع بها. كتاب أقرأه ما اخدوش ابيعه، كويس، ولا اخده اقطعه واعمله اراتيس الف بيه حاجه، ما ينفعش، كويس. يبقى بنتفع به لا بعينه، كويس، ثم ارده بعد ذلك، دي اسمها الاعاره. الناس المصريين يقول لك ايه؟ استلف، استلف منك حاجه واردها لك تاني. المصريين العوام يقول لك تسلفني عربيتك اروح بيها مشوار، يبقى معناها إعارة، بتعيره السيارة يروح بيها مشوار ويرجع، أو تسلفني البدلة بتاعتك الحلوة دي عشان أتجوز بيها، وفي الفرح مثلا ألبس الساعة بتاعتك الحلوة دي يوم الفرح بتاعي، مفيش مانع، أديها له يلبسها ويرجعها لي تاني، أديها له ينام بيها وهي بدلة فخمة، يبقى سهل استخدام، يضمنها، يجي بالي مكرمشه يضمنها، اقول له ليه انت نمت بيها؟ يقول لي اه والله نمت بيها. يا ابني دي بدله ما بتنامش بيها، دي تنام بالبيجامه، لكن البدله دي يبقى اساء استخدامها، لو اساء استخدامها يضمن. يبقى امتى يضمن في الاعاره؟ لو اساء الاستخدام، كويس، او اتلفها
في غير المأذون فيه. أنا اديتك كتاب عشان تقراه، تقوم تاخده في المطبخ توقع عليه حل الدمية؟ ما ينفعش. فهمت؟ الكتاب يتحط في المكتبة، يتحط على المكتب، ما يتحطش على ترابيزة المطبخ. فهمت؟ يبقى أنت أسأت استخدامه. طب حطه على المكتب وجاء كوباية شاي وقعت عليه، قدرا ما يضمنش، قدره بقى كده. هو عامل اللي عليه، حطه على المكتب وكل حاجة، جاء عيل صغير زق كوباية شاي وقعت عليه أتلفه، ما يضمنش لأنه كان على المكتب لكن مش على إيه؟ ترابيزة المطبخ. يبقى يضمن المعير أو المستعير، يضمن في حالة سوء الاستخدام في المأذون فيه. فإن استخدمه في غير المأذون فيه يضمن على كل حال. واضح؟ طيب، لكن الأصل أصلا في الإعارة، الأصل فيها عدم الضمان، طالما هو هيستخدمها كويس لكن يضمن بشروط. واضح؟ بخلاف الإيجار، الإيجار الأصل فيها الضمان. واخد بالك إزاي؟ الأصل فيها الضمان، وبالتالي يضمنها سواء تلفت في استعماله، في الاستعمال المأذون فيه أو في غيره، يضمن في الحالتين، في الإيجار يضمن في الحالتين. واخد بالك؟ لكن الإعارة علشان فيها نوع من الرفق والإرفاق يبقى ما ضمنوش إلا لما يقصر. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ فأدي معنى فصل في أحكام العارية، وهي بتشديد الياء في الأقصى. لغة المصريين يقول لك العارية بالتخفيف، ودي لغة لكنها مش فصيحة. واخد بالك؟ الأفصح العارية، وهي بتشديد الياء في الأفصح. بنقرأ الكلام الأول اللي في الهامش، مأخوذة من عارة إذا ذهب وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع. حتى الناس يقولك عندي إعارة، إعارة يعني إيه؟ يعني عمل خارج الوطن، يعني أذهب من وطني إلى وطن آخر، سموه إعارة من هنا، لأن الإعارة معناه الذهاب. كويس؟ من عارة إذا ذهب وحقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع. التعريف ده مهم تحفظه، لكن لو فاهم انت ممكن تعبر عنه بألفاظ أخرى زي ما عبرنا عنه كده وإحنا بنتكلم، لكن لو قدرت تحفظه يبقى خير وبركة. يبقى حقيقتها الشرعية إباحة الانتفاع من أهل التبرع، المالك حر التصرف أو المكتري. حتى افرض ان انا اجرت سيارة لمدة يوم، جيت انت قلت لي ممكن اخدها اعمل بيها مشوار ساعة، يبقى انا اعرتها لك وانا مكتري وانا مؤجر، تمشي تبقى ايجارة، انا مؤجر وانت مستعير. يبقى ممكن حتى المكتري، مش شرط يعني اللي يعير يبقى المالك، ممكن المؤجر. انت مأجر الشقة بتاعتك وساكن فيها بالإيجار، مش ممكن تعيرها لواحد صاحبك ولا قريبك يتجوز فيها شهر؟ ممكن تعيرها شهر. واضح؟ وعلشان كده قال ايه؟ من أهل التبرع، ما قالش من مالك. اما يقول من أهل التبرع يعني من إنسان تصرفاته جائزة، سواء هذا كان بالملك أو بالإيجار أو بالهبة. فهمتني إزاي؟ عشان كده كلام الفقهاء تلاقيه دقيق، يقول لك كل كلمة وراها حكم. الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به، يبقى لازم كمان الانتفاع يكون حلال. أعير زجاجة فيها خمر ليشربه؟ ما ينفعش، لا يحل الانتفاع بما فيها، مش كده برضو؟ أعير آلة موسيقى عند الشافعية، آلات الله بالموسيقى حرام، عند الشافعية مذهبهم كده، وكذا مذهب في المذاهب الأربعة يعني، عندهم آلات الله حرام، فيبقى ما ينفعش أعير العود ولا الكمانجة. كويس؟ لأن أصل الإعارة أصلا عبادة، وهي فيها نوع من المواساة والإرفاق بالغير،
فأنا المفروض مع الغير لا أعينه على المعصية. فين الإرفاق وأنا بعينه على المعصية؟ ما ينفعش، لازم أعينه على حاجة يحل الانتفاع به. واضح؟ عشان كده قال لك بما يحل الانتفاع به بشرط مع بقاء عيني. أعيره السندوتش يأكله؟ هبة، دي مش إعارة، دي هبة. هبة بتقوله هبة هدية، لكن ما ينفعش أقول له أديله السندوتش أقول له خد السندوتش ده إعارة. طب ما هو هيستهلكه، هياكل ولا هيقعد يشمه وبعدين يدهوني؟ ما ينفعش. فهمت بقى؟ يبقى لازم ايه الإعارة، إنه ينتفع بيه مع بقاء العين، واخد بالك؟ ليرده على المتبرع. المتبرع هنا اللي هو مين؟ المعير. المعير. يبقى تفهم من الكلام ده ان الإعارة دي عبارة عن عقد إرفاق بين شخصين، يبقى لازم يبقى في معير ومستعير. دي الأركان بتاعته، معير ومستعير، اللي هم الشخصين اللي هيبقى بينهم المعاملة. كويس؟ عقد إرفاق بين معير ومستعير، وصيغة أعرتك كذا قل قبلت، أو تاني يقول له عرني كذا أو أقول له خذه ولو من غير لفظ أدوله بإيدي كده. كويس؟ يبقى صيغة، يبقى معير ومستعير وصيغة ومعار. المعار اللي هو إيه؟ الحاجة اللي بدها، اللي وقع عليها الإعارة، سيارة، موبايل، كتاب يقراه، بدلة يلبسها، سبحة يسبح بيها، يخدم الصلاة. يعني خلصنا صلاة فهو معه السبحة وما يعرفش يعد، قال لي ممكن السبحة دي بس لو سمحت أخدم بيها الصلاة؟ مفيش مانع، اتفضل، أي دي إعارة. كويس؟ راح خدها، ختم الصلاة، وهو بيختم الصلاة اتقطعت، اتفرطت، ما يضمنش. لا، راح خدها هو كده وقاعد يلعب بيها، واخد بالك، وراحت اتقطعت، اقول له الضمها يا مجرم، اقعد هنا، تعالى الضمها وهات لي، انا مديها لك سليم. فهمت بقى ازاي يضمن؟ لانه اساء استخدام. فهمت؟ انا بديلك امثله يعني بسيطه لطيفه، لكن انت ممكن ايه تعملها في امور الحياه كلها. يبقى عرفنا من التعريف ان اركان عقد الاعاره اربعه، معير ومستعير ومعار وصيغه. سهله. وشرط المعير، المعير اللي هو مين؟ اللي هو احد طرفي العقد، اللي هو اما المالك او المؤجر اللي هيعير، مش كده؟ اللي هو عنده حريه التصرف او الانتفاع. وشرط المعير صحه تبرعي وكون مالكا لمنفعه ما يعيره. شوف، لمنفعه ما يعيره، عشان يخش مين؟ المكتري او المؤجر. مالكا للمنفعه، ما قالش مالكا للعين، للمنفعه، لمنفعه ما يعيره. فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعارته. واضح؟ ومن لا يملك المنفعه كمستعير لا تصح اعارته الا باذن المعير. انا استعرت منك الكتاب اقراه، ينفع اعيره؟ ينفع، بس باذنك اتصل بيك او اخبرك، لكن من غير ما اخبر المالك انا ما ينفعش، لان انا اصلا غايه ما اتصرف فيه اني انتفع بيه، لان المالك سمح لي بالانتفاع بيه، فما ينفعش انفع به غيري الا باذن المالك. فإن أذن المالك خلاص وانتقل الضمان للتاني. واضح؟ وإن لم يأذن المالك يبقى خلاص ما قدرش يتصرف. فهمت بقى؟ إلا ومن لا يملك المنفعة كمستعير لا تصح إعارته إلا بإذن المعير. وذكر المصنف ضابط المعار، المعار اللي هو وقعت عليه الإعارة، اللي هو الشيء نفسه بقى، في قوله وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازت إعارته، فخرج بمباحة آلة له فلا تصح إعارته، وببقاء عينه إعارة الشمعة للوقود فلا تصح. أديله شمعة علشان يولع بيها وبعدين أقول له ردها لي، طب ما الشمعة هتدوب. أديله عود كبريت يولع بيه وبعدين أقول له عدهولي تاني، طب ما استهلك، يبقى اسمه هبة بقى،
الشمعة اسمها هبة، اديها له خالص هدية كده، هبة صدقة، لكن ما ينفعش إعارة لأنها تستهلك، بالانتفاع بها يستهلك كويس، فلا تصح. وقوله إذا كانت منافعه آثارا، قال لك إذا كانت المنافع بتاعته أثر منه وليست من عيني، مش بيتقسم هو يتجزأ بحيث أن يقل لما رده، لا ده أثر منه مخرج للمنافع التي هي أعيان، كإعارة شال لبنها وشجر لثمرتها ونحو ذلك، فإنه لا يصح. في الشرح هتلاقيه صح، في الشرح الحاشي هتلاقيه صح. ليه؟ لأن لما يدي شاه أديها لك إعارة لتشرب لبنها، يعني تحلبها وتشرب لبنها، يبقى الشاه معارة واللبن مباح، هبة، يبقى الشاه معارة واللبن أثر منها هبة، واخد بقى. لكن ما ينفعش اللبن يبقى إعارة لأنه مستهلك، الإعارة وقعت على الشاه، والإباحة أو الهبة والهدية وقعت على المستهلك اللي هو اللبن. فهمت بقى إزاي؟ أعطيتك النخلة إعارة لتنتفع بثمرتها، يبقى النخلة، النخلة نفسها إعارة والثمرة إباحة. فهمت بقى؟ وعشان كده الراجح ينفع بس مع التقسيم ده، واخد بالك. فلو قال لشخص خذ هذه الشاة فقد أبحتك درها ونسلها، فالإباحة صحيحة والشاة عارية، كويس، وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدة بمدة. أعرتك مثلا الثوب، ما قلت لكش المدة، اسمها إعارة مطلقة، قلت لي لو سمحت ممكن تديني البدلة دي علشان عندي حفلة التخرج والبدلة بتاعتك دي آخر شياكة، وأنا ما عنديش فلوس أجيب بدلة بالشياكة دي، حفلة التخرج بكرة حتى معايا فلوس مش هلحق، تديني البدلة بتاعتك دي هلبسها بس بكرة في حفلة التخرج، بكرة في حفلة التخرج دي إعارة مقيدة خلاص، يبقى بعد ما تخلص حفلة التخرج يردها، مش ياخدها بقى يقول لك اصل هتجوز بعد شهر كمان ويدوس عليها، ما ينفعش. فهمت؟ طيب قال لي لو سمحت ممكن تديني البدله دي وما حددش لحفله التخرج ولا الزفاف ولا بتاع، وانا قلت له ما فيش مانع على سبيل الاعاره وما حددناش مده، يقوم الشرع يقول له ايه؟ البسها مره واحده، عايز تلبسها تاني طالما إعارة مطلقة مش مقيدة بمدة استأذنه تاني، يبقى كل مرة استعمال بإذن جديد، لأن الإطلاق يدل على جواز الاستعمال مرة بغير تكرار، واضح؟ إلا بإذن جديد. إنما المدة خد البدلة دي لمدة أسبوع هيردها لك بعد أسبوع، ليه يلبسها كل يوم؟ خلاص، لأن إحنا محددينها بمدة. فهمت بقى المسألة؟ فعشان كده بيقول إيه؟ وتجوز العارية مطلقا من غير تقييد بمدة ومقيدا بمدة، أي بوقت، كأعرتك هذا الثوب شهرا، طب ما هيدوبه شهر، ما يجراش حاجة، ما هي فيها نوع تبرع، هي فيها نوع تبرع، علشان كده هي أصلا يعني أصل الإعارة مستحبة حكمها الشرعي، لأن فيها نوع من المواساة، فيها نوع من الوقوف بجانب المسلم، فيها نوع من عدم كسر خاطره إذا طلب منك شيء مش عايز أنت تكسر خاطره، كل المعاني دي فيها إدخال السرور على قلبه، كل الحاجات دي شعوره بالإيه؟ بالمعاونة، وإن الناس كلها يعني متكاتفة، وربنا بيقول إيه؟ يمنعون المعون، يعني عابة على من يمنع الإعارة، تيجي الست من دول إيه عندها عزومة تقوم تستلف طقم الصيني من جارتها عشان عندها عدد كبير من الناس محتاجة أطباق كتير، يعني عندها طقم واحد بس هي عازمة ناس ما يكفيش طقم، عايزة طقمين، تقوم تستعير طقم الصيني، هذا اسمه المعون، تديهول، واخد بالك ازاي؟ لحد ما تخلص العزومة تردوها لها، وهكذا تستلف منها ايه؟ مخرطة الملوخية عشان تخرط، الخلاط علشان تعمل بيه شوية عصير، كل ده بيحصل بين الناس عموما كل يوم وكل لحظة، حتى احيانا في المكتب مع زمايلك، يستلف منك القلم بس هكتب بيه حاجة وادهولك، يستلف منك الموبايل، واخد بالك، علشان
يستعمله في مكالمة، لكن مش عشان ياخد الموبايل نفسه ولا يحطه في جيبه بعد المكالمة، لا. فاهم؟ يعني موضوع الإعارة ده طول النهار الناس شغالة فيه، فلازم يعرف احكامها ايه علشان ما ياكلش اموال الناس بالباطل. بس في ناس يقول لك يا عم احنا ايه يعني درس العارية ده، ده انت طول النهار في العارية، فلازم تعرف احكامها، مش كده برضو؟ وفي بعض النسخ وتجوز العارية مطلقا ومقيدة بمدة، وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء. هو طبعا للمعير وللمستعير، لانه يرجع في الإعارة متى شاء، لانها اصلا عقد اصلا ارفاق، وعقد الارفاق يبقى يجوز الرجوع فيه في اي وقت شاء من اي طرف من اطراف العقد، واخد بالك؟ زي الوكالة، في عقد الوكالة احنا قلنا كده، وللمعير الرجوع في كل منهما كان حقه يقول، ولطرفي العقد للمعير والمستعير، مش المعير بس. بس هو قال المعير هنا يعني على اساس ان هو الطرف الاقوى يعني. وفي الحاشية هيقول لك امتى بقى ما لا يعني المواقف اللي لا يجوز للمعير الا يرجع في الاعارة، في مواقف معينة هيدي لك امثلة هنقولها لك. وهي اي العارية اذا تلفت لا باستعمال المأذون فيه مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفه. يبقى العارية الاصل فيها عدم الضمان طالما استعملها في مأذون فيه، طب استعملها في غير مأذون فيه يبقى يضمن. واضح؟ انا اديته الموبايل اعارته يقعد عنده يوم، قعد بقى ايه كل ما يجي الموبايل بعيد عنه يقول له لو سمحت ارمي لي الموبايل ده، يروح رميه له كده بشوقه، مره يقع على الارض مره ياخده في ايده، ادهوني بايظ. طب انا مدي لك الموبايل ده علشان تعامله معامله حلوه وتستعمله في المكالمات، مش ترميه كده زي كرة السلة. فهمت؟ يبقى انت اسأت استعماله، ده استعمال غير مأذون فيه. اما يدوني جسمه مكسور يبقى ما ينفعش. فهمت؟ وهي اي العارية اذا تلفت لا باستعمال مأذون فيه، اما يقول لك لا باستعمال مأذون فيه تفهم بالمفهوم انها لو تلفت باستعمال مأذون فيه لا يضمن. واضح؟ مضمونة على المستعير. طب يضمنها بقيمتها يوم تلفها، ولا قيمتها وهي جديدة، ولا قيمتها وهو لسه واخدها من الراجل؟ لان خد بالك ان مع الاستعمال الحاجة قيمتها بتقل. واضح؟ في الغصب بأعلى قيمة تغليظا عليه لانه خدها غصبا، يبقى في باب الغصب الضمان بالتغليظ اعلى قيمة. فهمت ازاي؟ خد السيارة بتاعتي مستعملة اصلا، استعملها غصبا فتلفت في يدي، يضمن قيمة السيارة على الزيرو. فهمت ازاي؟ ليه؟ تغليظا، لانه خدها غصبا مني. طيب لكن الاعارة فيها موافقة، يبقى لما يضمنها يوم تلفها. يوم تلفها دي كانت السيارة دي مستعملة وقطع مثلا 100,000 كيلو. طب السيارة الموديل كذا اللي قطع 100,000 كيلو في السوق تساوي كام؟ يضمنها بقيمتها يوم تلف، لكن يوم ما خدها مني كانت قطع 60,000 بس، يبقى ما يضمنهاش بسيارة عاملة 60,000، لا يضمنها بيوم تلف. فهمتني ازاي؟ يبقى مفيش فيها تغليظ. بقيمتها يوم تلفها لا بقيمتها يوم قبضها ولا بأقصى القيم. ليه بيقول كده؟ عشان يخرج الغصب، الضمان في الغصب. فهمت ازاي؟ فإن تلفت باستعمال مأذون فيه كإعارة ثوب للبسه فانسحق أو انمحق بالاستعمال فلا ضمان. أعرت الثوب بتاعي يلبسه لمدة شهرين، جابولي بعد شهرين ابتدى يدوب ولونه يبهت، بس ده أثر استعمال لبس، خلاص ما يضمنش. طب وخلت قيمته؟ ما هو ثواب عند الله مني بقى، ما انا منتظر الثواب عند الله، ما يجراش حاجه. فهمت؟ يبقى لو طالما استعمله في اللبس، لا ده استعمله يمسك بيه الحله وهي سخنه. بقى انا مدي لك الثوب بتاعي تلبسه تحطه في المطبخ تمسك بيه الحله وهي سخنه، يقوم يجي لي شايط، او بيشرب سجاير يطفي السيجاره فيه او يقع، هلاقيه مخرم كله حروق، يبقى يضمنه بقى، لان انا مش اذن له اصلا انه يحرقه لي بالسيجار، مش كده برضه؟ يبقى لازم ايه. لكن لو تلف باستعمال المأذون فيه
ما يضرش خالص. نيجي نقرا كلام الشيخ البيجوري في الحاشيه. احنا كده تقريبا لمينا الموضوع، بس ايه ميزه الحاشيه بقى؟ انه بيفتح لك فروع داخل فروع وابواب فقهيه داخل باب واحد، فبيعلمك بقى ازاي تبقى راجل موسوعي، وتبقى بتقرا باب الاعاره ويفتح لك باب الاجاره، ويجيب لك باب الغصب، باب السرقه، ويجيب لك قياس على مثلا الرقيق، وقياس، فتلاقي ايه الحواشي تملي، توسع المدارك اكتر. كويس. وهنقرا بقى الشيخ في الحاشيه بيقول ايه. فصل في احكام العاريه كجوازها مطلقه ومقيده، وجواز الرجوع فيها الى غير ذلك، والاصل فيها قبل الاجماع. الاصل يعني الدليل، الدليل على مشروعيتها يعني، قبل الاجماع يعني اجمعت الامه عليها، لكن الاصل فيها الايه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وفسر جمهور المفسرين الماعون في قوله تعالى ويمنعون الماعون بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالفأس والدلو والإبرة، وفسر بعضهم بالزكاة. وخبر الصحيحين اللي هو ايه أدلة، يبقى جاب لك دليلها من القرآن يمنعون الماعون وتعاونوا على البر والتقوى. كويس. ودليلها من السنة خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه، ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين، فقال أغصب يا محمد أو عارية؟ فقال بل عارية مضمونة، وهي مستحبة أصالة. أصلها حكم العارية إيه؟ مستحب، ده الأصل فيه. وهي يعني يعود على إيه؟ على العارية. مستحبة أصالة يعني أصلها في الحكم أنها مستحبة، لكن ممكن يبقى تجب أحيانا، تستحب أحيانا، تكره أحيانا، تحرم أحيانا، تباح أحيانا، فهم؟ لكن الأصل فيها أنها مستحبة. طب متى تحرم، متى تجب؟ يدي لك أمثلة بقى. وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد. احنا الوقت ماشيين في شمس شديدة، هيجي له ضربة شمس، والراجل معهوش ثوب يكفيه يغطيه، وانا عندي ما يزيد، يبقى واجب علي ان انا اديله ثوب يغطي نفسه، والا هيجي له ضربة شمس يموت. كويس. ده واجب بقى. هنا الاعارة مش مستحبة، دي واجبة. او هو بردان بيتكتك، الدنيا برد شديد، وانا عندي بطانيتين، نايم على بطانية ومتغطي ببطانية، وسايب اللي جنبي هيتجمد. طب ما انا اللي نايم عليها اديها له، واللي متغطي بيها اقسمها نصين، نص انام تحتية ونص فوقي، بنتصرف ونعيش، تبقى حلوة، انا اعيش وهو اعيش، ولا انا بقى نايم دفيان واصحى الصبح الاقيه نايم ميت جنبي مجمد، ما ينفعش. فهمت؟ زي برضو ايه؟ نبقى في صحراء وانا عندي مية زيادة، وده عطشان هيموت من العطش، يبقى وجب علي ان انا اعيره، لكن مش واجب علي ان انا اهبه. الهبه بلا مقابل، لكن ايه واجب علي ان انا اعيره، ويجوز لي ان انا ابيع له. فهمت؟ ايوه، من اعير الماء هنا، واخد بالك ازاي؟ على انه هيديني بدل بنفس القدر، واخد بالك؟ يعني، لكن ده يسموه عقد إعارة فاسد. ليه؟ لأنه هيذهب العين، لكن الصورة إعارة. أقول له إيه؟ خد الكوباية دي هتردهاني لما يبقى معاك مية، أداه. قايل له إعارة، ساعات الناس تتفق على حاجة زي دي، بيبقى اسمه إيه؟ عقد إعارة فاسد. ويبقى في الحالة دي اسمه إيه؟ هيسموه كأنه بيع، عقد بيع، ويبقى عليه يديني البدل أو القيمة. واخد بالك ازاي؟ نصححه بقى، نصححه، اصل شرب الميه خلاص، طب هنعمل ايه؟ نقول له عقد فاسد، طب ضاعت عليا؟ نقول له لا، هي ما كانتش اعاره، ده كانت بيع، لان الاعاره ما تنفعش على شيء مستهلك. فهمتني ازاي؟ فقال وقد تجب، يعني قد تجب العاريه كاعاره الثوب لدفع حر او برد، ولا اجره ان لم تمضي مده لمثلها اجره، وإلا وجبت. يعني كمان ما تبقاش إيه؟ أحولها لإيجار. يعني هو استعار مني الثوب
عشان يتدفى بيه طول الليل. طلع النهار ادهوني خلاص مفيش اجر. لا ده طلع النهار وعايز يفضل ايه معاه على طول لحد اليوم اللي بعده، ده طالت قوي، ده كانه كده بقى بيأجره مني يومين بقى ثلاثه، انا كنت مديله ساعه ولا ساعتين لحد ما البرد يعدي. يقوم يتحول بالرغم انه بادي اعاره الى ايجار، لان في مثل هذه المده اصلا بيبقى ايجاره، واللي بيحددها ايه؟ العرف. اللي يحدد الحكايه دي ايه؟ العرف. وساعتها يبقى عليه دفع ثمن الايجاره المده اللي زادت عن المده اللي المفروض تبقى اعاره. الاعاره يعني استعملوا الوقت وخلاص ويدوني، لا ده استعملوا الوقت وبعد الوقت وبعد الوقت ومش عايز يدوني. يروح متحول العقد الى ايجار ويطالب بالثمن، واخد بالك؟ ويبقى ساعتها الضمان اغلظ، الضمان بقى اغلظ في الاجاره عن العاريه. العاريه الضمان فيها مع التقصير، لكن الاجاره ضامن على كل حال سواء قصر او لم يقصر. واضح؟ ولا اجره ان لم تمض مده لمثلها اجره والا واجبت، كذا اطلقوه، وهو محمول على ما اذا وصل الى حاله لا تتاتى معه المعاقده، والا فلا تجب الاجره الا بشرطها. وقد تحرم، يعني في بعض يقصد هنا الاجره تجب امتى؟ لا تجب الاجره الا بشرطها، واخد بالك؟ يعني محمول الكلام اللي فات ده على انها اذا وصل لحاله لا تتاتى في العرف، لا يتاتى في العرف انها تبقى اعاره. فهمتني ازاي؟ طيب لكن لو كانت العرف يقول لك لا دي ما تنفعش تبقى اعاره، دي شكلها بقت ايجاره، يبقى تتاتى الاجره. واخد بالك ازاي؟ وقد تحرم مع عدم، يعني امتى تحرم؟ احنا قلنا تجب في الصوره دي، طب وامتى تحرم الاعاره؟ وقد تحرم مع عدم الصحه، تبقى حرام والعقد غير صحيح باطل. امتى الصور؟ ساعات يجي يسالك في الشفوي يقول لك يا ابن الاعاره حكمها ايه؟ تقول له مستحبه، يقول لك يعني ما تجبش ابدا، ما تحرمش ابدا، ما تبحش ابدا. تقول له لا ممكن تجب في بعض الصور، يقول لك اديني مثال. طب ممكن تحرم في بعض الصور، اديني مثال. ساعات في الشفوي ايام ما كان الازهر ازهر، انما الوقت خلاص ما بيسالوش الا في نواقض الوضوء خلاص، ويديله الشهاده ويتلس ما بيقراش حاجه، عشان كده المستوى ضعف. طيب وقد تحرم، يعني يبقى عقد الاعاره هنا حرام ان انا ايه اعمله، هو الاصل فيه المواساه وان انا عايز الثواب. طب يبقى حرام واقسم؟ اه ده حرام وتقسم احيانا في بعض الصور، ويبقى العقد كمان باطل كمان غير صحيح. كويس؟ كإعارة الأمى المشتهى أو غير المشتهى لكبر أو قبح، لا لصغر لأجنبي، لحرمة الخلوة بها. احنا عندنا يحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، مش ده حرام في الشرع الشريف؟ طيب يبقى لا يجوز ليا إن أنا أعير أمتي سواء كبيرة أو صغيرة، ما هو يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية سواء كانت كبيرة أو إيه؟ أو شابة. لكن لو صغيرة خالص في السن مش مشكلة أوي، يعني طفلة صغيرة يعني بتوقع إيه المشكلة؟ فدي مش مشكلة فيه. لكن في الحالة دي يبقى حرام الاستعمال، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، يبقى عقد الإعارة هنا عقد باطل وحرام. واخد بالك؟ كإعارة الأمى المشتهى أو غير المشتهى لكبر أو قبح. طب ليه؟ طب غير المشتهى كمان حرام؟ اه ما هي غير المشتهى ليك انت، يمكن هو اصلا بيحب النوع ده. مش بيقول لك كل فوله وليها كيان، وكل سقطه ليها لقطه، في الناس يقول لك كده. وبالتالي حتى غير المشتهى برضه يحرم، لا لصغر، لكن لو كانت صغيره مش مشكله، لان الصغيره لا يحرم الخلوه بها. واضح؟ لأجنبي، لأجنبي يعني لمن يحل له الزواج بها. واضح؟ ادي معناه أجنبي، مش أجنبي يعني مثلا راجل جاي من أوروبا وإحنا عرب نقول عليه أجنبي، لا. الأجنبي يعني لا يعني يحل له الزواج بها، يعني غير محرم. ادي معنى لأجنبي. ويلحق بها، ويلحق بالإيه؟ بالأمة دي الأمرد الجميل. لو عنده عبد واد شاب امرد جميل، يعني شاب كده وجيه شكله جميل كده، وامرد يعني ملوش لحيه،
يعني كأنه شكله كده ستاتي شوية. وبعدين في بعض الناس عندها شذوذ، واخد بالك، فيحرم الخلوة بالأمرد الجميل عند الشافعية كالمرأة سواء بسواء يحرم، كويس. وبالتالي برضو ما ينفعش أعيره الشاب الأمرد الجميل، لا سيما ممن عرف بالفجور، خصوصا إذا كنت أنا عارف إن الجدع ده طالع عليه إشاعة إن هو راجل فاجر كمان، ما ينفعش، واضح. قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة. طب وهل يجوز بقى العكس، إن أنا أعير عبد يخدم امرأة؟ قال لك المفروض تبقى قياسا برضو يحرم، لأنه برضو يحرم ليه الخلوة بيها بالأجنبي، فهمت؟ وهو كعكسه بلا شك. ولو كان المستعير أو المعار خنثى، لو كان المستعير نفسه مش راجل، يعني مش كامل الرجول ولا كامل الأنوثة، يعني خنثى وسط بينهم، ينفع ان انا اعيره اما او اعيره عبد؟ قال لك بلاش احتياطي، ما احنا ما نعرفش، فهم. ولو كان المستعير او المعار خنثى امتنع احتياطا، واضح. طيب وقد تكره، طب ايه الصورة اللي فيها الاعارة مكروهة؟ تقول له اديني مثال. وقد تكره كإعارة فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته، واستعارة فرع أصله لخدمته لا لترفه، ولو خدمه بلا استعارة فهو خلاف الأولى وقيل مكروه. وكإعارة العبد من كافر ولا يمكن من استخدامه. فهمت حاجة؟ أنا يعني أردت أن أقرأ العبارة كاملة كده علشان أشوف تعرف أنك أنت لازم تقرأ على الشيخ، لأن في ناس استغنت بعقلها عن الشيخ، دي مشكلة بقى. نقرأها بقى تاني علشان نشوف ازاي الطلاسم دي تتحل. وقد تكره، يعني الإعارة قد تكره، كإعارة المثال فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله فيكره له إعارته. يعني ايه؟ أنا أملك عبد مكاتب وابوه، عبد مكاتب يعني بيشتري نفسه مني باقساط، اسمه عبد مكاتب، كويس. وانا برضو بملك ابو الواد ده، يعني انا املك الفرع والاصل، فهل يجوز ان انا اعير الاصل للفرع، اعيره ابوه يخدمه؟ فهمتني ازاي؟ قال لك كده مكروه، مكروه، لان انت خليت الفرع سيد على الاصل، وده ما يصحش، فصحش يبقى الفرع اصل يعني سيد على اصلي. ان تلد الامة ربتها، وفي رواية ان يلد ايه تلد الامة ربها، واخد بالك. يبقى هنا من خدوا تلد الامة ربها او الامة ربتها، ان ده ضد يعني يؤدي للعقوق، والعقوق حرام قطعا، فهمت ازاي؟ وعشان قد يؤدي مش متأكدين، لأنه ممكن يبقى الأب يخدم ابنه بطيب نفس وما يحسش به، لأن شايف ابنه ضعيف مريض يسهر جنبه يديله الدواء يبقى بطيب نفس خلاص، فهمت ازاي؟ علشان كده قد فيقول لك مكروه، لكن لو متيقن يبقى حرام، فهمت بقى؟ يبقى لما يبقى في ظن غير لما يبقى في يقين، واضح الحكم يختلف. فبيقول هنا: وقد تكره كإعارة فرع أصله، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله. شوف، كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك، مين اللي يملك؟ المالك مش الفرع. ويملك أصله، لأن لا يتصور أن يبقى في عبد مشتري أبوه، لو فهمتها كده تبقى غلط، الشيخ ما يقصدش كده، فهمت ازاي؟ كأن يكون الفرع مكاتبا ويملك أصله، يعني مالك الفرع والأصل، يملك العبد المكاتب ويملك الأصل بتاع الإيه العبد ده، فيكره له يعني للمالك إعارته، يكره لمالك الفرع والأصل إعارة الأصل للفرع، فهمت الكلام؟ واستعارة فرع أصله لخدمته برضو دي مكروهة. يجي الفرع
اللي هو العبد المكاتب يروح لسيده يقول له ممكن تعيرني ابويا يخدمني، وابوه عبد برضه عند السيد، فاهم؟ يقول له ممكن تعيرني ابويا يخدمني، مكروهه برضه. كويس. لا لترفهه. ايه ترفهي؟ ممكن تعيرني ابويا يونسني عشان انا بخاف انام لوحدي. هنا ترفه ينفع، واضح؟ طب لما جه خده للترفه، قام ابوه من نفسه بطيب نفس قام عمل له العشاء، ما يجراش حاجه، ما هو عملها تطوع لكن مش رايح للخدمه، واضح؟ ولا واستعارة فرع أصله لخدمته لا لترفهه، ولو خدمه بلا استعارة. طب افرض ان الأب قام خدمه بلا استعارة من نفسه كده بطيب نفسه، يقول لك خلاف الأولى، كان الأولى ان الفرع يقوم بسرعة يقول له لا جزاك الله انا اللي هعمل، مش يقول له طيب يلا، طب انا هقرا الجورنال كده على ما توضب لنا العشاء، ما يصحش. اذا كان ابوك يعني راجل طيب او امك ست طيبة، يبقى ايه مش معنى كده اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، لكن ايه المصريين يحبوا يلحسوه كله اللي خلفوه حتى، ما ينفعش كده حرام. ولو خدمه بلا استعارة فهو خلاف الاولى، وقيل مكروه، يعني عايز يتوضى يقول لي لابوه المية مقطوعة تعالى صب علي عايز اتوضى، ابوه كده يا مجرم، خلاف الاولى ما صحش، واخد بالك؟ لكن الاب ممكن يقول لابنه تعالى يا ولد صب عليا لما اتوضى، ابنه واجب عليه. فهمت بقى الفرق كبير. ومثال تاني للمكروه، للاعاره المكروهه، وكاعاره العبد المسلم من كافر ولا يمكن من استخدامه. كافر جه جاري مسيحي، مسيحي كافر؟ كافر، مش كافر بالنبي، مش كافر بسيدنا محمد، كافر. مسيحي كافر. اليهودي كافر؟ كافر، كفر اشد من المسيحي لانه كافر بسيدنا عيسى وسيدنا محمد كمان، ده غير بقى اعتقاده في الاله كمان، ده مصيبه ثانيه. لكن لو اتكلمنا على الانبياء فكفر اليهودي اشد من كفر المسيحي، لانه ده كافر باثنين انبياء، مش كده برضه؟ والمسيحي اصلا كافر برضه باثنين انبياء لانه عنده سيدنا عيسى مش نبي، فيبقى كافر برضه بنبوة عيسى وبنبوة سيدنا محمد. خد بالك لحسن تفتكر ان المسيحي يعني مؤمن بنبوة سيدنا عيسى، لا، ده عنده سيدنا عيسى اصلا مش نبي، ده اخر نبي مؤمن بيه هو سيدنا موسى، ادي المسيحي كده، مش كده برضه؟ تاخد بالك يعني المسيحي مصيبة سودة برضه. طيب بس مرة انا كنت بتكلم كده مع بعض الاطباء بديهم مثال، يعني ان مثلا ايه لا يصح مثلا ان الواحد ياخد مثلا هبة من كافر حتى لا تكون يد الكافر هي اليد العليا، فبقول لهم مثال يعني الدكتور، وجبت لهم اسم دكتور مسيحي معانا صديقنا قاعد معانا، يعني الدكتور فلان وهو قاعد، كنا قاعدين كده في العمليات بنتناقش، واخد بقى، قلت لهم يعني الدكتور فلان جه قال لي خد الميه دي توضى بيها هبة، يحرم لان هتبقى يده هي العليا، ولا يجوز لكافر ان يكون يده هي العليا على المسلم، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. التاني ضحك ضحكه صفرة، ما يجرش حاجه. قام واحد من اللي قاعدين من المسلمين يقول لي الله هو المسيحي كافر؟ صور بقى، مش عارف ان المسيحي كافر. فلما قال لي كده المسيحي كافر قلت للدكتور اللي قاعد طب يا فلان انت مؤمن بسيدنا محمد ولا كافر؟ قام ضحك كده مكسوف يقول كده، قلت له شوف الضحكه دي يعني بيقولك هو كافر، يبقى هو اللي اعترف على نفسه مش انا اللي قلت. فكل واحد صاحب دين بيعتبر ان صاحب الدين المخالف كافر، ده شيء عادي، ده حقنا حق كل، مش معنى كده ان انا يعني بكرهه واتمنى له الشر ابدا، ما هو زميلي برضه، لكن دي حقائق عقائديه لازم نبقى عارفين. طيب جالي بقى جاري المسيحي ده ولا صديقي الدكتور المسيحي ده قال لي ايه؟ قال لي ممكن تعيرني الواد العبد بتاعك ده يخدمني في العياده عشان انا ما عنديش حد يخدمني في العياده بتاعتي.
اهي دي اعاره مكروهه. ليه؟ لان خليته بقت العبد الكافر سيد على ايه؟ على العبد المسلم. ده ممكن يمنعه من الصلاه، مش كده برضه؟ ويفتنه في دينه فتكره. ليه تكره؟ لان ممكن يمنعه وممكن احتمال ما يمنعوش، محتمل ومحتمل. لو انا متاكد لا بقى يبقى يحرم. واضح؟ وعلشان كده بيقول لك هنا وكإعارة العبد المسلم من كافر، يعني الكافر بيطلب استعارة عبد مسلم. واخد بالك ازاي؟ ولا يمكن من استخدامه كمان، يعني حق الحكومة تصدر فرمانات كده، الحكومة الإسلامية، إن لا يمكن كافر من استخدام مسلم، يعني لا يعين ريس على مسلم. واخد بالك ازاي؟ القانون المفروض يبقى كده. دلوقتي طبعا ما بيعرفوش مثل هذه الامور. السبب ايه؟ ان الاسلام يعلى ولا يعلى عليه. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، الاسلام يعلى لان المسلم طول ما هو عالي عمره ما يظلم، يخاف من الظلم. مش هي محاباه على فكره، ده هي علشان نحقق العدل. المسلم عندنا لا يظلم ابدا لانه عنده حرام اتقي دعوه المظلوم ولو كان كافر، يخاف يظلم. لكن غير المسلم ده عايز يبيد غير جنسه. شوف انت الامريكان عملوا ايه في الهنود الحمر، شوف مش عارف عملوا ايه الانسان الاوروبي لما راح استراليا وباد الانسان الاسترالي الاصلي. يبقى المسلم لما بمكنه لان عارف ان دينه بيحرم عليه الظلم. مش هي بقى يعني محاباه، لا ده احنا بالعكس، ده المسلم في قلبه ان الناس كلها مخلوقه من نفس واحده، ده في قلبه كده، ده بيعتبرها قران، ده بيقراها في القران في الصلاه، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. يبقى لهذه المعاني الرقيه في قلب المسلم يبقى امكنه ان هو يقود غير المسلم وانا مطمئن انه مش هيظلم. انما ازاي امكن بقى غير مسلم على مسلم وهو اصلا دينه لا يمنعه وخلقه لا يمنعه؟ يبقى كده بفتن المسلم. فهمت بقى الحكاية؟ وده يفهمك انك انت اذا عرض عليك عمل رئيسك فيه مسيحي وعمل اخر رئيسك فيه مسلم، تختار العمل رئيسك فيه مسلم ولو الاجر اقل. ولو الاجر اقل. واضح؟ ده يفيدك في حياتك. يعني الكلام اللي بنقوله ليه مش مناقشات كده يعني تاريخ، لا ده حياة احنا عايشينها. واضح؟ كلما تيسر لك أن يكون رئيسك في العمل مسلم تقبل ولو كان الأجر أقل. ليه؟ حتى لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. واضح؟ ولا يمكن من استخدامه. وفائدتها جواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك. كلمة ولا يمكن من استخدامه، كلمة ولا يمكن فائدتها ايه بقى دي؟ قال لك انه ممكن انه هو ياخد العبد مني، الكافر ده ياخد العبد المسلم مني يعيره الجار المسلم يخدمه. فهمت ازاي؟ فهو واسطة بس. فائدتها جواز ان يعيره لمسلم بإذن المالك او يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه. كويس؟ فلا حاجة لقول بعضهم ولعل فائدتها تظهر في الأيمان والتعليق ولا تدخلها الإباحة. يعني الإعارة لا تدخلها الإباحة. فهمت إزاي؟ على القاعدة يعني، وإن كان القاعدة دي أغلبية يعني في أمثلة استثنائية. ولا تدخلها الإباحة لأن، ليه بقى؟ في قاعدة إيه؟ احفظها. لأن ما كان الأصل فيه الندب لا تعتريه الإباحة. الأصل في عارية، في العارية الندب. فما كان الأصل فيه الندب لا يدخله الإباحة. واضح؟ دي قاعدة. وقال بعضهم وتكون مباحة، يعني عايز يديلك أمثلة أهو، بالرغم من العارية مباحة ويقول مستحبة، وقال لك ان المستحب لا يدخله الاباحة، قال لك لا انا ممكن ادي لك امثلة العارية فيها مباح بقى، لان القاعدة دي قاعدة اغلبية مش قاعدة مستمرة.
واضح. وقال بعضهم وتكون مباحة كإعارة من له ثوب مستغن عنه إياه ممن له ثياب كثيرة. يعني أنا الوقت عندي ثوب وعندي ثوب تاني شايله في الدولاب، فهل يجوز أن أنا استعير ثوب من واحد تاني عنده ثياب كثيرة وأنا عندي البديل؟ قالك آه كده يجوز لكن مش مستحب. واضح؟ يجوز لكن مش مستحب. عايز يدي لك صورة يعني للإباحة، إزاي إمتى تبقى جائزة من مباحة يعني مش مستحبة. وإداك أمثلة للمكروه وللإيه وللواجب وللحرام. وقولهم ما كان الأصل فيه الندب لا تعتريه الإباحة أغلبي لكل، عشان يقول لك إن القاعدة خدها برضه، مش معنى كده أنا بكسر القاعدة، لا، بس القاعدة دي أغلبية وليست كلية، يعني ليها صور مستثناة. فهمتني إزاي؟ وأركانها واضح الكلام، العبارات اللي فاتت دي؟ الحمد لله. يا أخي في ناس بتحضر هنا أجي أسألهم يقول لك لا الكلام مش واضح خالص. فطبعا بيحبطني. بحس إن أنا ما عرفتش إن أنا إيه أوصل المعلومة. فربنا يعني يكفينا هم الإحباط. ويقول هنا بقى إيه؟ وأركانها أربعة، أركان عقد العارية أربعة، معير ومستعير اللي هو طرفي العقد، ومعار اللي هو الوقع للإعار الشيء نفسه، وصيغة. والصيغة وهي لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك أو بطلبه كأعرني، يعني إما تيجي من المالك يقول له أعرتك كذا، أو تيجي من المستعير يقول له أعرني كذا، كويس؟ مع لفظ الآخر أو فعله، والتاني مش شرط، يعني يقول له أعرني الكتاب، في إيه؟ يديهوله بالإيه؟ بالمناولة، وهو ما نظاش يبقى تمشي، كأن تمت الصيغة، خد بالك إزاي؟ يعني تتم أيضا بالمناولة، أو فعله، ولو تراخى، ولو تراخى فعله، أعرني الكتاب، فأنا ما ردتش عليه، وبعد ساعة وهو ماشي بعد ما شرب الشاي شاورت له على الكتاب، يعني ما تنساهوش كأني موافق على الإعارة، يعني خده معاك. فهم؟ لأن في بعض العقود التراخي يضر، في بعض العقود التراخي فيها يضر، هنا في عقد العارية التراخي لا يضر. واضح؟ كما في الإباحة في معنى اللفظ، وفي معنى اللفظ، وفي معنى اللفظ الكتابة، يعني بيقول لك ان تجوز في الفعل ولو مع التراخي كما في الإباحة. يعني ايه؟ يعني انت ساعات ما يجي لك ضيوف تروح خارج وجايب صينية عليها ازايز حاجات ساعة وحطت لهم شوية بسكوت وتحطها وتكملوا كلام، ما قلت لهمش اتفضلوا، مش كده برضو؟ اهي دي كون ان انا حطيتها معناه ان انا ابحتهم انهم يمدوا ايدهم. فهم؟ فدي اسمها إباحة. فدي بالظبط كايه؟ لو فيها تراخي ما يضرش، يعني انا جبت الصينيه وانا انشغل بتاعه وبعد ساعه بدا واحد وهو قاعد بيتكلم كده عطش مد ايده وشرب، مش قال لي عن اذنك، ما هو طالما انا حطيتها قدامه معناها الإباحة، والا لو انا ما كنتش اذن ما كنتش جبتها. فهم؟ ادي كايه؟ ادي معنى كما في الإباحة. وفي معنى اللفظ الكتابة مع النية، يعني ممكن يقول لي أعرني الكتاب، فروح أنا كاتب له كده أعرتك الكتاب ورق واديهوله، اديله الورق. افرض واحد عامل عملية في الحنجرة قالوا له ما تتكلمش لمدة شهر، ما يجريش حاجة. أنا عملت عملية في الحنجرة سنة 91 والدكاترة قالوا لي لمدة 10 أيام ما تنطقش خالص ولا كلمة، فبقيت ماشي بنوتة وقلم، أي حد يجي يكلمني أروح مجاوب بالورق والقلم. في الجامع يجي واحد مثلا يصلي جنبي يسألني أقول له لا أتكلم معذرة لمدة أسبوع وخلاص وأمشي. عملت كده قعدت بتاع 10 أيام كده ما جراش حاجة،
طب افرض واحد بيستعير مني حاجه في اللحظه دي وانا مش قادر اكتبها، مش حاجه اعارتك او اسف ليس عندي غيره، والعاده ان في هذا الزمان كل من يستعير لا يرد. سلام عليكم. مش حاجه. يبقى وفي معنى اللفظ الكتابه مع النيه واشاره الاخرس المفهمه برضو. افرض الواحد فقد القدره على الكلام فاشار اشاره مفهمه تبقى كانها محل النطق، كل دي في الصيغه. قول وهي اي العاريه، وقول بتشديد الياء في الافصح وقد تخفف العاريه كلغه المصريين العاميه يعني. وفيها لغه ثالثه وهي عاره كناقه. قوله مأخوذ من عارة أي من مصدره اللي هو الإعارة يعني. إن أريد الاشتقاق عند البصريين، لأن البصريين بيعتبروا أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر، المصدر ده أصل الكلمة، والكوفيين بيعتبروا أن الفعل هو أصل الكلمة، خلاف يعني مذهب نحو. مأخوذ من عارة أي من مصدره إن أريد الاشتقاق عند البصريين، وإلا فهو على ظاهره. يبقى من عارة برضه فعل، على اساس ان الفعل هو المصدر الكلمه عند الايه غير البصريين. وقوله اذا ذهب اي وجاء بسرعه. ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثره ذهابه ومجيئه، وانما اخذت من ذلك لذهابها ومجيئها بسرعه لمالكها غالبا. حلوه غالبا دي، لان ياما ناس خدت مني كتب وما ردتهاش لحد دلوقتي. يبقى لما يقول غالبا دي يبقى ايه يعني، علشان يصف الواقع. احنا بنقول ايه لذهابها ومجيئها بسرعه نادرا، لان الزمن اتغير. فالمفروض احنا بقى لو مكان الشيخ البيجوري ابن حشي هنقول ايه لذهابها ومجيئها بسرعه نادرا، او ماخوذه من التعاور وهو التناوب، لأن المستعير والمالك يتناوبان في الانتفاع به. كان لي زوج عم كان راجل تاجر كده الله يرحمه، كان حافظ القرآن رحمه الله، ومات فوق الثمانين من عمره. كان راجل صالح يعني، كان لا يذكر أحد بسوء يعني. أنا أعرفه من وأنا طفل لحد ما مات، وأنا يعني هو ميت مثلا من 10 سنين يعني، مات وأنا كبير يعني. أنا أعرفه مثلا 40 سنة، جربته في مواقف كثيرة، عمري ما سمعته يعيب في شخص، حتى ولو ابنه، حتى ولا جاره ولا اي حد يعني. خاصية عجيبة يعني، في مزية حلوة. حتى يعني ياما خطرت معاه مناقشات وخلافات معه ومع اسرته ومع ناس في الارث ومع الشركاء في التجارة، يعني يبقى معترض وكل حاجة، لكن تراجع كل الكلام اللي قاله ما يعيبش في شخص. كان راجل فيه خاصية جميلة رحمه الله. فالمهم مرة واحد جه بيقول له ممكن تسلفني 100 جنيه، 100 جنيه دي كانت زمان يعني، وانا كنا في ابتدائي ولا اعدادي يعني، كانت 100 جنيه دي ولا مثلا نقول 20,000 30,000 جنيه دلوقتي. 100 جنيه دي مبلغ ضخم يعني. فقال له ممكن تسلفني 100 جنيه هجيب بضاعة وبعد شهر اردها لك. فقام قعد كده وفكر كده وقال له مفيش داعي مانع، بس تبوس ايدي. واخد بالك؟ فقال له طب وليه الذل ده؟ قال له لا مش ذل ولا حاجه، لان انا انت هتاخد ال 100 مني دلوقتي، هبوس انا ايدك ورجلك علشان تردها. فهم؟ فالراجل استحى وما خدش منه حاجه ومشي، ودي كانت لباقه منه لطيفه يعني. هو مش عايز يكسفه وفي نفس الوقت مش عايز يسلفه. ففي ناس بيبقى عندها لباقه. فاحنا الوقت فعلا الوقت بيجي يستعير منك، واخد بالك؟ فاعمل معاه المذهب بتاع ايه؟ الحاج سليمان رحمه الله، كان اسمه الحاج سليمان. واخد بالك؟ تقول له بوس ايدي وخد. يقول لك ليه الذل ده؟ قول له ما انا هبوس رجلك عشان ترده مش ايدك، انا مستعد ابوس رجلك بس ترده لي يا سيدي. قوله وحقيقتها الشرعيه. وأما حقيقتها اللغوية فهي الذهاب والمجيء بسرعة، كما يعلم من قول مأخوذة من عارة إذا ذهب أي وجاء بسرعة كما مر. حقيقتها الشرعية لو تعرفها الشرعي يعني، قول إباحة الانتفاع
أي بصيغة. وقول من أهل التبرع وهو المعير، وقول بما يحل انتفاع به مع بقاء عيني وهو المعار، وقول ليرده أي المستعير. مين اللي هيرد المستعير؟ يبقى كأنه جاب أركان العقد في وسط الكلام، فهم؟ طلع لك أركان العقد من إيه؟ من التعريف. وقول على المتبرع أي وهو المعير ليرده على المتبرع، يعني أي وهو المعير. فقد اشتمل هذا التعريف على الأركان الأربعة، وعلم من قول ليرده، كلمة ليرده دي بقى يطلع لك منها حكم، أن مؤنة رده على المستعير من مالك، وكذا من نحو مقترن إن رد عليه. مؤنة رده يعني إيه؟ يعني لو كان رد الحكاية دي هتحتاج عربية نقل وتكاليف، هيستعير منك التلاجة يستعملها في شقته شهرين، طب التلاجة دي عشان يستعملها لازم يجيب عربية تنقلها، ويجيب شيال يشيلها ينزل، شيال تاني يطلعها شقته، مش كده برضه؟ وبعدين عشان يردها لي عايز يجيب عربية من عنده، وشيال تاني يردها لي يطلعها شقته، طب مين اللي عليه تكاليف النقل دي؟ على المستعير. فهمت بقى؟ المستعير هو اللي يدفع التكاليف مش على المالك، فهمت؟ عشان كده قال لك ليرده، يعني مؤنة رده على المستعير ليرده، خرج منها ايه؟ حكم فقه، فهمت؟ ان مؤنة رده على المستعير من مالك، المستعير من مالك يعني انا مستعير الحاجة دي من مالك، يبقى انا علي مؤنة رده للمالك، كويس؟ وكذا من نحو مقترن، او مستعير الحاجة دي من مؤجر، كويس؟ المقترن اللي هو المؤجر رد عليه، واخد بالك ازاي؟ يبقى عليه الرد عليه. فان رد على المالك، طب افرض ان انا مستعير من مقترن ورحت رديت على المالك على طول باذن المقترن، يعني قال لي بدل ما تجيبها عندي هنا وبعدين نرجعها له تاني وديها له على طول مره واحده، كويس؟ فالمؤنى عليه كما لو رد على المقترن، عليه هنا تعود على مين؟ على المستعير. وخرج بمؤنة رده مؤنته، خرج بمؤنة رده مؤنة الشيء نفسه المستعار ده، الشيء المستعار ده افرض كان دبة بتاكل، طب والعلف ده على مين؟ العلف على المالك مش على المستعير. لكن نقل الدبة، تكاليف نقل الدبة ده على المستعير، لكن اكل الدبه طب ما هتاكل سواء عندي او عندك، وانت المالك مسؤول عن اكلها، فهمت بقى ازاي؟ عشان كده المؤنة رده لا مؤنته، شفت دقه الكلام؟ ليست مؤنة الشيء نفسه. يعني انا الوقت لما استعير منك العربيه البنزين علي، انا المالك بنزين العربيه علي، العربيه فيها صيانه عند الكيلو كذا، وراح قلب العداد على الكيلو بتاع الصيانة وهي في ايدك، يبقى الصيانة عليك على المالك، فهمت ازاي؟ فهمت الحتة دي؟ مهمة الحتة دي. بخلاف المؤجر، المؤجر العلف بتاع الدبة عليه في المشوار، انا اجرت منك الدبة هروح بيها مشوار، طب جاعت الدبة في السكة أأكلها، لان الطاقة اللي هتطلع منها دي انا هستعملها برضه تبع الايجار، فهمت ازاي؟ يبقى في فرق بين عقد الإجارة وعقد الإعارة في موضوع مؤنة المؤجر أو المستعار، واضح؟ وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك، خلافا للقاضي القائل بأنها على المستعير. القاضي حسين من أصحاب الوجوه الشافعية، قاضي حسين قال لا يا جماعة، ده المستعير عليه مؤنة الرد ومؤنة المعار كالمؤجر سواء بسواء، ده القاضي حسين في وجه عند الشافعي كده، واخد بالك ازاي؟ لكن الباقيين قال لك لا، ما رجحوش كلام القاضي حسين في المسألة دي، وقالوا ان في فرق بين عقد الإيجارة وعقد الإعارة، وعقد الإيجارة الضمان فيه مختلف، واخد بالك؟ وانه في مقابل مالي والتاني ما فيهوش مقابل مالي، والضمان فيه مش مطلق بل الضمان على سوء الاستعمال بس، واضح؟ فيبقى في فرق.
فده قيس على ايه؟ على الايجاره مطلقه. فين رد على الملك بنقلك عليه؟ انا فاهم ان هي الملك لا عشان ده استثناء يعني. فان العباره كلها من اول وعالم القول. فان رد على المالك فالمؤن عليه، فان رد على المالك فالمؤن عليه على المستعير اللي هيرد. سواء اصل الكلام لا لا ماليش دعوة، لو خليتها كده هتخليه كما لو رد عليه المكتري. لا لا ما هي اصل هو المفروض ان المكتري هو هيبقى المؤن عليه الرد، بس هنا لو رد مش للمكتري يعني واستعار من المكتري ورد للمالك هيبقى المؤن على مين؟ مش على المكتري، على اللي رد. فهمت؟ عايز يقول لك كده يعني. فهمت؟ ما اصل حكاية الايه الضمائر دي بتحتاج حل، مش شرط الضمير في كتب الحواشي يعود على اخر مذكور، ده احيانا يكون الضمير يعود على حاجة في اول السطر اللي في اول الصفحة. بكلمك جد، وعشان كده الحواشي تحتاج شرح، مش زي الكتب التانية الشروح اللي من غير حواشي. الشروح اللي من غير حواشي يراعي الحكاية دي، لكن لا في الحواشي لا، يحول الاختصار لاختصار. وعلى الشكل كده يعني ايه كثير من علماء الازهر القدامى من ايام جيل جدي وجد جدي كمان كانوا يقول لك ايه لما يجي يقول لك على واحد انه جاهل قوي يقول لك ده ما يعرفش عود الضمير، ده بيفهم. كانوا يقولوها كده وهم بيتكلموا مع بعض في اي حاجه يعني، لان هم دي تربوا على كتب الحواشي فعارفين ان عود الضمير دي علم. فلما يجي يذم في واحد وذكاء واحد يقول لك ايه ده لو قرا سطر ما يعرفش الضمير بيعود على ايه في اخر السطر من اول السطر، يعني جاهل قوي. يبقى عندهم عود الضمير دي عمليه عايزه علم وعايزه صحصح. فلو انت فهمت عود الضمير بالطريقه السطحيه اللي هي يعود على اخر مذكور تفهم غلط خالص. ما تقراش كتب الحواشي دي، تقرا الكتب العصريه لكن ما تقراش كتب الحواشي. كتب الحواشي دي ليها قرايه ثانيه لازم تقراها على الشيخ، وهم كانوا يقصدوا كده على فكره، علشان الكتاب ده ما يهجمش عليه الا والشيخ قاعد. فهمت؟ يوم ما يتجرأش على العلم. كان زمان الناس يكتبوا كده علشان مش عايزين طالب يتجرأ على العلم بسرعه، واخد بالك ازاي؟ لكن لما اتعملت المطابع وابتدت الشروح تبقى مشروحه فابتدى الطالب يقرا يلاقي كل حاجه مفهومه يقوم يستغنى عن الشيخ، يقوم ايه اول ما يقرا يفتكر نفسه عالم بقت راسه براس الشيخ، يقوم يروح يقعد يسال الشيخ كانه مش بيستفهم الشيخ بيمتحن الشيخ. فاتقلبت الموازين فباز العالم والمتعلم وضاع العلم بينهم. شفت بقى الازمه بتاعت الجيل بتاعنا؟ هي دي الازمه بتاعت الجيل بتاعنا. عايزين نرجع تاني نحترم الشيخ وندور على ازاي نقرا وازاي نفهم وما نعتمدش على انفسنا لوحدنا واحنا لسه في عصر الطلب، لانه قد تفهم خطأ دلوقتي وبعدين بعد 20 سنة تتضح لك ان كان فهمك غلط، بس ال20 سنة دي انت خطبت فيها الاف الجمع وعلمت الناس الغلط اللي انت فاهمه لانك تسرعت، كنت متصور فتصورت المنبر قبل ايه؟ يقول لك من تذبب قبل ان يتحصرا ومن ايه يعني تصدر قبل ان يتفقه، مش كده برضه؟ الحاجات اللي هي ايه بيعتبروها عيب اللي احنا بنعتبرها دلوقتي مشاكل، ويقول لك ايه الفضائيات وعلماء الفضائيات والمفكرين الاسلاميين، ما هي دي كلها جايه من هنا. ان هم جابوا كام كتاب وعندهم ذكاء حفظوه. ما احنا ما بننكرش ان كل اللي بيتكلموا في الدين ناس اذكياء وعندهم لباقه وفاهمين وحسن تعبير وعندهم حسن نيه كمان وبيحب دين وعنده عاطفه قويه. لكن اتعلم غلط. المشكلة فيه بقى انه اتعلم غلط لان هو اللي علم نفسه ملوش شيخ. دي مشكلة بقى، هي دي السوسة اللي خلت المسألة تبقى بهذه الصورة. لكن عارف الناس دي الاذكياء دي الحلوين دول لو صبروا على الشيخ وقعدوا يقروا على الشيخ كانوا بقوا حاجة تانية. لكن هو لا، ده هو عايز يتصور بسرعة. فهمت ازاي؟ يتصور المحارب بسرعة ويبقى هو الشيخ بسرعة ويتصدر بسرعة. التسرع ده وحش. الشيخ صالح الجعفري قعد 40 سنة في الأزهر. صالح الجعفري 40 سنة في الأزهر ما تصدرش ويدي درس إلا بعد 30 سنة، قعد 30 سنة ما يتصدرش للناس.
هو راجل ولي عالم حافظ المتون وقارئ القرآن وشاعر ومداح وفي كل، يعني لو الواحد عنده مثلا ذرة من بعض اللي عنده كانت نطت على كل منبر. لكن كانوا عندهم ايه؟ تروي تروي تروي، بحيث اما يجي بعد كده يتصدر ويتصدر بقى ايه بحقها، يقوم ربنا يعينه. فهنا بقى بيقول لك ايه، احنا هنخلص التعريف ونكتفي بكده النهارده على ايه. خلافا للقاضي بانها على المستعير، فلو قال اعرتك الدب بعلفها او لتعلفها او لتعيراني دبتك فهي ايجاره لا عاريه. لو قال له اعرتك الدابه بعلفها، يعني اعرتك مقابل انك تعلف، ادي معنى بعلفها، او لتعلفها او لتعيرني، او الثاني طلب منه قال له لتعيرني دبتك ايه لاعلفها وعلفها علي مثلا، فهي ايجاره لا عاريه. يعني كان ده حقيقه الاجاره بس قالها بلفظ العاريه، فهمت؟ نظرا الى المعنى فتبقى ايجاره بالمعنى، فهمت ازاي؟ فاسده وايجاره بالمعنى، بس ايجاره ايه؟ ايجاره حلوه يعني صحيحه؟ لا، ايجاره فاسده لانه ما حددش المده ولا حدد الاجره، فبقت ايجاره فاسده. نظرا الى المعنى فاسده لجهاله المده والعوض، واضح؟ لان الايجاره من شروطها تحديد المده وتحديد العوض، واضح؟ وحينئذ يلزمه في الحالة دي، طالما احنا صنفنا الإعارة دي انها إيجارة، يبقى نلزمه بإيه؟ بالأجرة، فهمت ازاي؟ وحينئذ يلزمه أجرة المثل ويرجع بالعلف ولا يضمنها، واخد بالك؟ يلزمه أجرة المثل برضه مثله في الإيجارة، والعلف اللي هو استخدمها في فترة استخدامها عليه، لكن بعد ما استخدمها العلف على المالك، واخد بالك؟ ولا يضمنها. يعني افرض ان انا خدت منك السيارة بتاعتك اجرتها إيجارة، مش بيأجروا ساعات السيارة يوم؟ طيب اديت هاني وعداد البنزين بتاعها منور يعني فاضيه، رحت انا فولتها من جيبي، انا اللي مأجر وانا اللي حسوقها، وبعدين عملت بيها مشوار ورجعتها له فيها نص البنزين، يعني المؤشر في نص المخزن في نص بنزين ليا، ان انا اخصم من الاجره ثمن البنزين الباقي، واضح؟ فهمت الحكايه؟ لكن البنزين اللي انا استهلكته خلاص عليا، فهمت المسألة؟ لكن لو إعارة البنزين كله عليا على المالك، أنت استعرت مني العربية بتاعتي هتروح بيها مشوار لمصر الجديدة وتيجي، فجبت بنزين أدي لك ثمنه كله، لأن أصلاً الإعارة عقد إرفاق، فأنا المفروض إن أنا ما أخدش منك مقابل، فهمت بقى الفرق؟ طب افرض ان انا طالبتك بالبنزين وانا معير، بقت ايجاره فاسده، ما بقتش عقد ايجاره، اعاره، نقول له دي ايجاره فاسده. اما تقول له طب خد العربيه يا سيدي بس املاها بنزين، اعرتك السياره بس املاها بنزين، بس املاها بنزين دي خلتها ايجاره فاسده، شفت بقى الفرق؟ ما بقتش اعاره، بطلت الإعارة وصارت إيجار، وإيجارة فاسدة ليه؟ لأن مش محددين الأجرة ولا القيمة ولا المدة. لو أنا رفضت، هو عاوز يسد سيارة وأنا رفضت، هو رد عليا قال طب ادهاني وأنا هحط لك فيها البنزين، يعني مش هكلفك في الإيجارة؟ في الإعارة. المستعير هو ما هو المفروض إنه الثاني يبقى حولها إلى إيجارة. الثاني المفروض ما يقبلش لانه هو مساد، هو بيبتغي الثواب، لو قبل يقول له خليها ايجاره بقى احسن، خليها ايجاره، خدها يا سيدي نص يوم، والعربيه بتتاجر في اليوم ب 100 جنيه خدها في نص يوم بال 50 وابقى املاها بنزين، فهمت ازاي؟ بس وخلاص.
يروح محولها مصلح. ما دي ميزة معرفتك بالأحكام، واخد بالك انك تعرف امتى تبقى ليك حقوق وتطالب بيها ازاي، وامتى بتبتغي الثواب وما تفسدوش. ايوه عايز بس اخلص السطر ده. ولا يضمنها وان تلفت بغير المأذون فيه، المؤجر ما بيضمنش، وان تلفت بغير المأذون فيه حيث كان من غير تقصير، طالما غير مقصر يبقى المؤجر الضمان فيه على التقصير فقط، مش على انه استعملها في المأذون فيه او عدمه. انا ما بحددلوش في الإجارة هيستعملها في ايه، او هيروح علي مشوار، مش كده برضو؟ لكن في الإعارة ممكن اشرط عليه المشوار، اقول له الشوارع دي زحمة بتحصل فيها حوادث، وانا العربية بتاعتي جديدة مش عايزها تتخبط، تروح مشوار كده حلو كده شارع 9 ده ما فيهوش مشاكل، لما تروح ليش وسط البلد وانت لسه سواق جديد تجيب لي العربية مش هلضمة. فهم؟ يبقى هنا في الإجارة لا يضمن إلا لو قصر ولو استعملها في غير المأذون فيه، لكن في الإعارة لو استعملها في غير المأذون فيه يضمن ولو لم يقصر، ولو لم يقصر. فهمتني ازاي؟ فرق في الحتة دي دقيق يعني. ولا يضمنها وإن تلفت بغير المأذون فيه حيث كان من غير تقصير، ولا يجب عليه ردها ولا مؤنة ردها. كل ده فرق بين الإجارة والإعارة. وقول وشرط المعير نقف عليه، شرط المعير المرة الجاية هنخش من شرط المعير على طول، علشان احنا قلنا مقدمة طويلة النهاردة. انا بحاول اقعد اقول في مقدمة طويلة علشان ايه يعني احيالكم تصبروا على الايه على الـ على الاسلوب ده، لان الاسلوب ده اصله مكتوب مثلا بقاله 200 سنة، فلما تقرأ من كتاب من 200 سنة وانت متعود تقرأ الجورنال اللي هو الكلام السطحي ده بتتنقل نقلة تانية، صح؟ فالنقلة دي عايزة برضو ان انا اخدرك في مقدمة طويلة. والجراحين ما عرفش يشتغل الا واللي قدامه متخدر، فدي طبيعة يعني مهنية، فلا بد اننا نراعيها، فتعذريني في طول المقدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله، وجزاكم الله خيرا.